نكرر. تمام كده بيسجل. السلام عليكم يا شباب. هنشوف بقى المشكلة دي البي دي دي ال دي المحاضرة العشرة. هنبدأ نشوف أصلا يعني إيه المشكلة. المشكلة بيقول لك أنا عندي دلوقتي 2 مطار و2 طيارة وعندي حمولتين. في حمولة موجودة في المطار الأولاني والطيارة الأولى موجودة في المطار الأولاني، وحمولة موجودة في الطيار التاني في المطار التاني، والمطار التاني هتكون برضه في الطيارة التانية. وبيوضح لك إن إيه، إن سي يعني حمولة وبي يعني بلين، والاس اف او والجي اي كي دي ايربورت. الجول بتاعك انك هتنقل الحموله الاولى هتوديها المطار الثاني، والحموله الثانيه هتوديها المطار الاول. تمام، ده الجول. عندك 3 اكشن. اول اكشن اسمه اللود. اللود ده بيحمل الحموله في الطياره اللي هي في المطار الاولاني. ازاي؟ بيقول لك البري كونديشن بتاعك ان ان سي في الاي والبي في الاي، وان سي دي حموله والبي دي بطياره والاي دي مطار. يعني افهم من كده ان السي والبي موجودين في المطار اللي هو اي. الجول الافكشن الافكت بتاعه انه مش هيبقى عنده السي كده، مش هتبقى في المطار، لا ده هتبقى في الطياره. الانلود يعني انلود هيشيلها من الطياره هيدخلها المطار. نفس الكلام بقى بيقول لك انها تبقى ايه، ان السي تبقى في الطياره وان الطياره دي تبقى في المطار، وان تمام والسي وهكذا، وان الافكت بتاعه ان السي تبقى في الايه وتشال من الطيار. إيه؟ في حاجه اسمها اكشن اسمه فلا. يعني انا من الاخر عشان احمل الحموله لازم احطها في الطياره واخلي الطياره تطير للمطار الثاني وتنزلها وترجع هكذا بالحموله الثانيه، تاخدها وتطير بيها وتنزلها في المطار الثاني. هو ده التفسير. فبيقول لك ايه، ان السوليوشن بتاع البروبلم بيقول لك لود سي 1 بي 1 اس اف او. نروح نتاكد من البري كونديشن. البري كونديشن لازم السي 1 تبقى في الايه، تبقى اللي هي في الاس اف او، والبي 1 تبقى في الاس اف او. تمام، سي 1 في الاس اف او والبي 1 في الاس اف او فعلا، خلاص يبقى كده هيتحقق. تمام، مع كده ايه دول كده متحققين اكيد. يبقى الايفكت بتاعه ان السي 1 كده هتبقى في الطياره اللي هي الايه البي 1، وبعدين هخلي الطياره تطير ما بين المطارين، وبعدين هخليها تنزل الحموله كده. يبقى هنا الانلود ده يبقى كده اصبحت ان السي في الاي، يعني معناها ان السي 1 هتبقى في جي اف كي. تمام، سي 1 في جي اف كي. طب نكمل بقى الكلام، هنحمل الحموله الثانيه في الطياره الثانيه نوديها المطار، نخليها الطياره تطير ما بين المطارين وتنزل الحموله هناك. في الحاله ديت كده انا وصلت للجول اللي انا عايزه. راجع المشكله وان شاء الله هتلاقيها سهله. الاسبيرتا دي بروبلم ثانيه عندي. البروبلم دي عندي عربيه مثلا عجل الكاوتش بتاعها نايمه، وعندي الاحتياطي عايز ايه؟ عايز اركبه. تمام؟ فبيقول لك ان الانيشال ستيت ان الطاير في ايه؟ يعني الطاير نايمه كده على الارض، وفي عندي طاير فلايت وعندي طاير سبري اللي هي الاحتياطي واللي هي ايه؟ البايظه مثلا. وبيقول لك ان البايظه دي متركبه في الاكسل والثانيه مثلا ايه؟ في الشنطه ورا مثلا. طيب الجول بتاعك ان الاحتياطي هو اللي هيتركب في الاكسل بتاعك. ماشي، عندي ايه؟ 2 اكشن. اكشن اسمه موف واكشن اسمه بوت هوم. الريموف بيقول لك اوبجكت ولوكيشن. طيب بيقول لك انك عشان لازم الاوبجكت يبقى في اللوكيشن، في الحاله ديت هشيل الاوبجكت من مكانه احطه على الارض. يعني مثلا اللي متركب في الاكسل هشيله احطه على الارض، اللي في الشنطه هشيله احطه على الارض. طب البوت هوم بقى بيقول لك ايه؟ طب لاحظوا هنا الجراوند دي مش متغير، دي جراوند مش متغير خالص، والاكسل هنا برده مش متغير بس التي متغير. فبيقول لك ان الطاير تي ماشي لازم عشان انا احط البوت هوم لازم يكون كان على الارض ومش هو الفلات اكس، يعني مش هو اللي هيبقى العجله البايظه. ماشي، طب اللي هيحصل ان هو هيبقى مش هيبقى على الارض بس هيبقى في الاكس. بمعنى انا دلوقتي لو عملت ريموف للفليت من الاكس يعني كده هشيل العجله ديت هحطها على الارض. ماشي، يبقى كده الاكس الايه فاض، وهشيل السبير من الترانك يعني هشيل الكاوتش من ورا من الشنطه مثلا هحطهم على الارض، وكده الاثنين على الارض علشان اركب. طيب ينفع اركب الفلات في الاكسل؟ لو جينا حطينا بوت اون بدل التي دي فلات اكسل هتبص هيقول لك البري كونديشن كده مش هيبقى متحقق، فدي غلط. فهيبقى ايه؟ عندك البوت اون سبير في الاكسل. يبقى انا كده وصلت للجول بتاعي فعلا ان السبير هيبقى ايه؟ متركب في الاكسل. تمام؟ مشكله سهله ان شاء الله. طيب البليننج طبعا هنا بيشرح نفس الحاجات، اقراها هتلاقيها سهله. يعني بيقول لك ان الانيشال ستيت والجول والنولج الاكشن بتاعك الكلام ده سهل، يعني اقراه مش هتلاقوا فيه مشاكل ان شاء الله. نيجي بقى لحاجه اسمها الستريبس بليننج. تمام؟ ده شفتوا اللي احنا كنا بنعمله فوق، الافكت اللي كنا بنعمله فوق كان في حاجه اسمها نيجيشن، النيجيشن ومش نيجيشن. بيقول لك النيجيشن ده هنعوض عنه بحاجه اسمها ديليت مثلا.
وهنعوض وهنا اللي هو مش نيجيشن هيبقى اد اضافه تمام. بمعنى انا عندك هنا الستيت زي ما احنا كنا شغالين عادي الفورما اللي احنا كنا شغالين فيه البلانينج سيرش عادي اكشن بتاعك شغال زي ما هو الاكشن بيبقى بالفور وافتر ماشي اللي هو حاله الستيت اللي قبله وبعد تمام عشان ايه حاجه اسمها الليتريشن ده ثواني الليتريشن ده يا شباب ده اللي هو الطرف اللي دي اسمها الليتريشن تمام والطار نفس الكلام الحاجات دي اسمها ايه الليتريشن تمام تمام الستريبس الاكشن بقى اللي بيختلف هنا الايفكت بس الايفكت هو اللي بيختلف بيبقى عباره عن اد وديليت قلنا الاد للحاجه اللي هي مش نفي والديليت للحاجه اللي هي نيجيشن تمام. البري كونديشن لازم يبقى نفس الكلام ساتسفاي مع الستيت اللي عندي كده هقدر اوصل للريزلت من خلال الاد والديليت. نبدا نشوف حاجه مشكله تمام عندي فيكتم روبرت اكسام عندي اوضه مكنسه مثلا والاوضه وسخه تنضف دي مشكله فبقول لك انا عندي اثنين اوضه روم 1 وروم 2 تمام. عندي هنا الروبوت موجود في روم 1 وار 2 تعال نشوف المشكله الاول ثواني هنا في الستريبس ماشي ممنوع تستخدم اور ماشي ممنوع لازم اند يعني هنا بقول لك ممنوع تستخدم اور ممنوع تستخدم في الستيت ايه متغيرات زي الايه اللي قبله ما كانش فيه متغيرات برضه هنا برضه ممنوع المتغيرات يبقى في هنا اور والمتغيرات ممنوع تستخدم نيجيشن لان النيجيشن كده كده احنا قلنا بنستخدم الديليت يعني اكيد بنمسحه فبقول لك ما ينفعش تستخدم هنا ايه حاجه اسمها ايه نوت كلين ار 2 يبقى الستيت اللي قصادي ديت بقول لك الروبوت موجود في ار 1 اند مش اور اند كلين ار 1 وار 1 ايه كلين ما تروحش تقول له اند نيجيشن ار 2 نيجيشن كلين ار 2 لا دي غلط نيجيشن ما بتجيش عندي في الستيت خالص تمام تمام. نبدا الجول ريبرزنتيشن طبعا ايه فهمتك مثلا الجول عندك كلين وكلين ماشي في كونجنكشن يعني اند موجوده تمام مفيش نيجيشن تمام مفيش اور تمام مفيش فاريبل تمام ار ديت اللي هي الروم دي مش فاريبل ماشي يبقى انت كده فعلا شغال الاستيت صح ماشي. الا الجول بتاعك بيبقى سب جولز من بعض يعني عشان توصل لجول بتوصل الاول لحاجه من الجول وترجع توصل كمان جزئيه من الجول كمان جزئيه لحد ما تكون الجول بتاعك يبقى انت كده حققت الجول فعلا. هنشوف مثال وهنفهم. انا عندي اكشن اسمه رايت اسم الاكشن رايت بري كونديشن بيقول لك ان الروبوت لازم يكون في ار 1 ديليت ليست ان الروبوت هيمشي من ار 1 اد ليست ان الروبوت هيروح ار 2 طيب دي الحاله اللي عندي لو نفذت عليها اكشن اسمه رايت اكشن اسمه رايت قال لك بيمسح لازم الروبوت في ار 1 هل الروبوت في ار 1 ايوه تمام يبقى كده الاكشن هيتنفذ ديليت ليست امسح الليست اللي عندك اللي هي ار روبوت ار 1 يبقى هنمسح ده نعوض عنه بده تمام يبقى احنا كده وصلنا للستيت 2 ما فيهاش نيجيشن كلها اند ما فيهاش متغيرات يبقى كده الستيت صح ماشي. طيب عندك برضو ايه الليفت نفس الكلام انه هيبقى في انه هيتحرك شمال يبقى لازم هو يبقى في روم 2 وهتمسح من روم 2 توديه ار 1 الساك ار 1 وساك ار 2 طيب بقول لك ان البي ايه يبقى في ار 1 يعمل لها كلي ولو في ار 2 يعمل لها كلي طب ديليت لا هو مش هيمسح حاجه حاجه اسمها امبيد سيت ماشي دي امبيد سيت تمام حاله فاضي ما عادي مش عايز يعمل ديليت في ده انا عايز ينظف بس. طب لو لاحظنا هنلاقي هنا هما الاثنين نفس الحاجه مع وجود ار 1 هي اللي بتتنظف في ار 2 طب ما احنا ممكن نعوض عنها بار متغير هتقول المتغير لا المتغير لا في الستيت فقط انما في الاكشن عادي اعوض بمتغير تمام ممكن نعوض عليها بالطريقه دي تمام. تعال نشوف المشكله هنا عايز انفذ ايه ساك ار تمام. طيب انا مثلا بيقول لك لازم تكون الروبوت في الار طيب ار 2 هي الار هو عايز ايه ينفذ ساك اسمه ار 2 ماشي عايز ينفذ ساك اسمه ار 2 طيب ار 2 لازم ايه الروبوت يبقى في ار 2 فعلا في ار 2 خلاص هيعمل ديليت لحاجه لا هو اللي كله هيعمله هيعمل اد لكلير ار اهي كلير ار 2 تمام دي الستيت بتاعتي تمام. ساك ار 1 نفس الكلام كلين ار 1 طب تعال نمسك ار 1 هو في ار 1 تمام ديليت حاجه لا كلير ار 1 طب ما هي ار 1 موجوده اكيد مش هعمل ديليت لحاجه موجوده يعني مش هعمل اد لحاجه موجوده اساس فهتسيبها زي ما هي كده برضه عادي دي متاحه معاك. طب مشكله ثانيه الريبوت موجود في غرفه فيها مفتاح كل المطلوب منه يروح الغرفه الثانيه يحط يقفل الباب وبعدين يحط المفتاح فين في البوكس تمام سوري تمام يحط المفتاح في البوكس ده. طيب دي الانيشال ستيت ان ان الروبوت موجود في ار 2 والكي موجود في ار فين موجود في ار 2 وان الدور بتاعك ايه مفتوح ماشي انلوكد يعني ماشي دي الحاله اللي عندك ان هو لوكد كده تمام. تعال نشوف الاكشنز اللي بيمشي بيها
عندك حاجه اسمها جرابس كي ان ار 1 عشان تنفذ ده اسم اكشن ماشي. عشان انفذه لازم الروبوت يبقى هنا والمفتاح برضو يبقى هنا تمام. إيه إيه مش هيعمل ديت لحاجه, كل اللي هيعمله انه هيخلي الروبوت يمسك المفتاح. عندك حاجه اسمها لوك دور, لوك دور لازم البري كونديشن ان المفتاح يكون ممسوك ماشي, وبعدين هيعمل لوك دور مش هيمشي اي حاجه. موف فروم روم 2 روم 1 بيقول لك لازم الروبوت يبقى فروم 2 عشان احرك, لازم يكون فروم 2 وماسك المفتاح والباب مفتوح. اللي هيحصل ان هو هيسيب روم 2 وان المفتاح مش هيبقى برضه فروم 2, بس اللي هضيفه هضيف ان الروبوت هيبقى في ار 1 فروم 1 والكي هيبقى في ايه فروم 1 برضه تمام. كده هو ايه ما قفلش الباب تمام. إيه بوت كي ان بوكس, بقول لك عشان تحط الكي في البوكس بقول لك ان الروبوت 1 ده اللي هو لوك دور ده اللي بيقفل بيه الباب تمام. تعالوا من هنا بوت كي ان بوكس ان الروبوت لازم يكون في ار 1 وماسك المفتاح, كده هيسيب المفتاح والمفتاح مش هيبقى في ار 1, لا ده المفتاح هيبقى في البوكس بقى يبقى الاكشن بوكس تمام. يعني بيقول لك وات ذا بلين, ايه هي البلين اللي عامله؟ هيبقى الاستريبس لانه عباره عن اد وديليت اند هاو وي جيت. حلوها مع نفسكم هتلاقوا توصلوا لحاله ان الباب يبقى مقفول, ان الار يبقى هنا والمفتاح يبقى في البوكس, ان قصدي الروبوت يبقى في الار 1 والمفتاح في البوكس والباب مقفول. حلوها تلاقيها سهله جدا تمام. الاستريبس بيوضح لك, ممكن تقراوا الكلام ده اكيد يعني عشان تفهموا اكتر, احنا موضحينه يعني بالشرح. ايه البلوك تمام, البلوك اوردر بلين. طيب دي عندي مشكله اللي احنا كنا في ندرسها من الاول, عايز احط الاي على البي على السي ماشي. عندك الانيشال والجول, بيقول لك انت عندك حاجه اسمها بيك اب بي. تعال نشوف بيك اب بي بتعمل ايه. بيقول لك بيك اب يعني بتمسك ايه, بيك اب اكس يعني بتمسك الاكس. طب بيك اب بي يعني كده مسكت البي, يبقى الهاند ديت هتروح هنا في حاجه اسمها هاند امبيد, يعني الهاند فاضي كده الهاند هيبقى فيها البي, يبقى الهاند مسكت البي. ثاني حاجه ستيك بي اس سي, انا هحط البي اس سي نتاكد اهو. بيقول لك اكس واي يعني معناه ان البلوك اكس هيبقى على البلوك واي, طب يعني البلوك بي هيبقى على السي, يبقى انا كده حطيت البي اس سي. بيك اب اي ممكن تمسك الاي وتروح تحط الاي اي على البي. طيب بيقول لك ايه, في حاجه اسمها ان ستاك وحاجه اسمها بوت داون تمام. بوت داون يعني لو ماسك حاجه هيسيبها, ان ستاك يعني هيشيل الاثنين من ايه, لو في حاجه على حاجه هيشيلها يخلي كل حاجه لوحدها ماشي. بيقول لك فور اكزامبل عندك هنا ايه مثلا, يعني بيشرح حاجه بيقول لك البري كونديشن بتاع اكشن اسمه ستيك اكس واي ماشي. بيقول لك انه ايه البري كونديشن بتاعه, انه لازم يكون ماسك الاكس يعني الاكس تكون ممسوكه والواي كلير عشان اقدر احط الاكس على الواي. يعني لو الاكس ممسوك والواي فاضيه كده اقدر احط الاكس على الواي, ما يبقوش الاثنين فاضيين واقول له ستيك اكس واي كده هو ما هو مش ماسك حاجه, الدراع مش ماسك حاجه تمام. فكده لو الدراع ماسك حاجه يعني هولدنج, يبقى فعلا الاكشن ده يتنفذ. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك اللي هيحصل ان الاكس مش هتبقى ممسوك, يعني هتمسح الاكس والواي كده مش هتبقى فاضي لانه بالتالي حط الاكس على الواي, فكده ساب الاكس والواي كده ما عدتش فاضي, فده اللي هيتمسح. الاد بقى هيضيف ان الهاند امبتي لان الهاند كانت ماسكه اكس هتبقى فاضيه, وفعلا ضاف الاكس على الواي وكده الاكس هي اللي بقت ايه كلير تمام. طيب إيه بيقول لك يعني ثوابت لازم تبقى عارفها, ان الاكس ما تنفعش هي واي والواي ما تبقاش تيبل ولا الاكس تبقى تيبل, يعني ما ينفعش امسك ما اقولوش ستيك اكس واكس, يعني هيمسك ايه يعني هيحط اكس في اكس, ما ينفعش اكس على اكس دي مش نافعه. إيه بيقول لك ان الواي ما تبقاش تيبل والاكس ما تبقاش تيبل, مش هيمسك الترابيزه يعني ايه تمام. إيه برضه نفس دي بعض الاكشنز بيوضحها لك برضه بالطريقه. تعال نمسك اي اكشن وليكن الستيك ده وضحناه, نمسك مثلا ان ستيك هيبقى سهل. مثلا البري كونديشن بتاعك هو عايز ايه, يشيل الاكس من على الواي تمام, يبقى البري كونديشن بتاعه قال لك ان الاكس على الواي ده ما هي لازم, وان الاكس تبقى كلير والايد فاضيه, دي الحاله اللي اقدر اعمل يعني الايد بتاعتي فاضيه كده هتروح تمسك الاكس لان الاكس هي اللي كلير تمام ماشي. هيروح يمسك ايه الاكس, يبقى كده هولدنج الاكس وكلير الواي. هيعمل ديليت للهاند امبتي ليه؟ لان كده الايد في ايد اتملى, كلير الاكس وهيحط الاكس على الواي تمام. كونسترن ان الاكس ما ينفعش واي والواي ما ينفعش تيبل ولا الاكس تنفع تيبل تمام. نفس الكلام هنا هنقراه هتلاقوه متوضح ان شاء الله, لو في مشكله ممكن ترجع لي وانا هوضحها لك باذن الله. طيب ده نفس مثال تاني. في مشكله هنا بقى, بيقول لك انا ممكن احط الاي على البي تمام, هاجي احط البي على السي مش هينفع لانها عليها الاي تمام, فكده هرجع تاني اعمل ان ستاك للاي من على البي ماشي. بيقول لك ان احنا نمشي بخطوات ايه كتير, مثلا يعني قال لك انا عملت بيك ايه كده, انا مسكت الاي حطيت الاي على البي
تمام كده الايه بقت ايه وضعها على البي دلوقتي. طيب كده مش هينفع ينقل البي, بيقول لك خلاص ارجع شيل الايه من على البي تاني تمام, وحط يعني بوت داون ايه يعني نزل الايه بقى الدراع بدل ما شيل هينزل تمام. بيك البي امسك ايه بيك اب بي امسك البي حطها على السي, وبعدين امسك الايه حطها على السي. شوف عشان اوصل للجول بتاعي مريت بكام اكشن, دي كلها اكشن تمام. بقول لك بقى المشكله ديت ايه اسمها ساس مان انوم, دي شذوذ في الحالات دي, دي حاله ايه حاله شاذه اللي احنا مشيناها من شويه ان احنا نشيل حاجه نحطها على حاجه, زي مثلا حاله زي اللصاد دي انيشال ستيت انا عايز ده الجول بتاعي. فكده انت هتروح ايه هتمشي خطوات اكتر انك تشيل السي تحطها على على التيبل وترجع تشيل البي تحطها على السي وترجع تاخد الايه تحطها على البي, لفه كبيره دي حاجه ايه اسمها ساس مان انوم. حاله زي ديت الستريبس مش هتنفع فيه تمام, مش هينفع ايه الستريبس ده هو اللي يشتغل في الحاله دي. فهنرجع ستاتس بيس بليننج حاجه زي عارفين الباكورد والفورورد اللي كنا بندرسه, هو نفس الكلام. بقول لك عندك باكورد وفورورد, الفورورد اسمه ايه بروجريشن بليننج, الباكورد ريجريشن بليننج تمام. هنبدا نشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.